طيب انت اشرت يعني تعرضت الى تهديد، تعرضت الى تهديد، حتى عشيرتك هددتك بعد ما تبروا منك مو؟ مو الاستاذ البارحه الجماعه قالوا انت صارت عليك مذكره اعتقال. اي لان مذكره اعتقال لان حكيت على الصحابي الجليل شو اسمه؟ سعيد بن جبير. سعيد بن جبير؟ انا ما حاكي، انا قلت امي امي كل ما تدعي دعائها مو قوي. امي كل ما تدعي لي شلون حبوبتي من قالت طلعوا عمامه راحوا للشغل. وكان 40 ذبت وراهم ماي قالت لهم يوم ان شاء الله ما ترجعوا. وصدق اخذوهم من من من, من الشارع اخذوهم النهر جاسم وطحب. قلنا لها عاشت ايدك حبوب بليد. فامي يطلع دعاها مستجاب. دعاها مستجاب. أنا ما أحكي على أي صحابي أو تابعي أو مرافق. أكيد يعني مقامهم مقدس يعني. قناتنا وكل مقدساتنا وحتى الكنيسة من أفوت أبوسها. أنا كنت بالكلية من أريد شيء أجيب شمعة أخليها وباعون علي طلاب وكذا وأنت سيد أحط شمعة يم مال السيدة مريم. أنا أعتقد إذا أزور الكاظم ينطيني، وإذا أزور أبو حنيفة ينطيني، وإذا أزور الكنيسة أنا هذا اعتقادي. وأنا أحب كل معتقداتنا وأعتز بعروبيتي وبعراقيتي. زين. أنا أريد أقوله البارحة أنا واحد من القضاة بالرشيد يعني أثارني. إيش قال؟ لا أستاذ أنت ليش بس على الفقير؟ يعني أنا أستاذ هسه أتمنى منك ومن الشيخ. نعم. وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، طلعوا اللي مالت النكتة، هسه شلون يعني بالله واحد ما يحكي نكتة، يعني هسه أنتم بالبيت ما تحكون ما تضحكون ما تبتسمون. يعني نحكي نكت بس ما نجيب بها أسماء مقدسة، يعني نبتعد عن هذا الموضوع صراحة. عالم ما يخالف. أنا قلت أمي دعت لي يم سعيد ابن جبير ومن رجعت صدروا أبويا مذكرة اعتقال، يعني أنا قضيتي على أمي مو على الـ 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 مو على سعيد ابن جبير. يعني هاي إذا تخلونها بخانة الرجال الدين اللي حرضوا على الطائفية اللي سبوا الصحابة، وأنطيك 20 مقطع هسه أدز لك من اللابتوب مالتي. ايه؟ من عد أنابر. أنتم ليش على ناس وناس؟ ليش بس على الفقير؟ ليش الرجل اللي طلع وقال شيل اسم الصحابه البارحه قلت له اكتبهم عصابه. اني انت هذاك لان ورا جهات ولان ناس تطلع وراء وتجي. انا ما اقول اني لو اسئت لا ابو زايد بس ما حكيت شيء غلط ولا سبيت.